ناحيه الارقام ما عندناش نفس الارقام بالضبط، حنا ارقام متقاربه. علاش دي اف ار لاب واحد من تراستد بارتنرز ولا الشركاء الموثوقين لفيسبوك؟ سي تان لابوراتوار دو ريبيتاسيون، عنده برشا فلوس ينجم يعمل احصائيه ولا ارقام صحيحه، اون بلوس بعلاقه مباشره بالمعلومات نتاع فيسبوك اللي معطاها كان للشركاء الحصريين نتاعو. احنا اللي خدمناه في كيب تاع 5 من الناس، احيانا كان جمع يدوي اصلا للمعلومات، اما النتائج متطابقه بيناتنا، النتائج وخاصه الاستنتاجات انه الشركات والا خلينا نقول شبكات نتاع صفحات تخدم مع بعضها. نحكيو على سي اي بي اللي هما unethical لا coordinated unethical behavior، يعني تصرف غير اخلاقي ولا غير قانوني، اما coordinated منسق. نفس الشيء لقيناه شبكات الصفحات اللي موجوده عندنا في التقرير، هي عباره على صفحات تنشر في نفس المنشورات السياسيه محتوى سياسي في أوقات متقاربة مع تطابق في المنشور من حيث النص ومن حيث الصورة يصل إلى 98%، اللي صعيب ياسر يكون صدفة. الأهم زاد نفس الاستنتاج الآخر، أنه برشا صفحات من الصفحات هذه ليست ذات طابع سياسي، هي صفحات ترفيهية كما ذكرنا احنا في التقرير، مثلا صفحات متاع كورة، صفحات متاع موتوات، متاع كراب، فجأة قربت الحملة الانتخابية ولات تحكي على السياسة. هذه الاستنتاجات المتقاربة اللي عندنا. يبقى الفارق ولا التفاصيل اللي عندهم اكثر، خاطر كما قلت لك عندهم اكسي مباشر للمعلومات نتاع فيسبوك. فما حاجات تري ريماركابل في التقرير عنا وذكرت في التقرير هذا. تقرير دي اف ار لاب قال انه الدعم اللي صار خاصه في الشوط الثاني ولا في الدوره الثانيه من الانتخابات الرئاسيه، نفس الشيء لاحظناه. نبيل القروي صفحاته كانت متميزه بمحتوى بروفيشنال مع الاخرين، احنا اللي وصلنا نحللوه من الصفحات اللي تنشر في محتوى سياسي نجمنا نحلوا السياسه التواصليه نتاع الاحزاب ولا نتاع المترشحين وقت. نبيل القروي اللي تي تري ريماركابل، عنده محتوى اتش دي تري بروفيشنال. في الدور الثاني كان عنده صفحات الصف. في الدور الاول يخدموا له ويخدموا للحزب نتاعو، واضح ايدنتيتي اكسبليسيت، هذه صفحة نبيل القروي، مش كما المترشحين الاخرين اللي صفحاتهم تلقاها صفحة ضحك ولعب وهزل ولا مش عارف اسامي غريبة، اما تدعم في فلان، واللي استنتجناه بتحليل المنشورات نتاعها. اما صفحات نبيل تلقى اسماء شعب تونسي يساند نبيل، ولا نبيل القروي رئيس الجمهورية، حاجة واضحة. في الدور الثاني فما اربع صفحات اخرى حسب تقريرنا اللي زادت فجأة، ما كانتش موجودة. نفس الشيء قالوا التقرير، قال انه الشركة يوروبيتيشن دخلت في الدور الثاني اكثر ودعمت نبيل القروي، وصحيح حتى المحتوى اذا كان في الدور الاول كان احترافي، في الدور الثاني كان حاجه اخرى. واو. البرم بتاعنا القانون الانتخابي، القانون الانتخابي يقول لا للتمويل الاجنبي. فيسبوك عنده قائمه في العملات اللي يقبل الدفع بها، منهم الدينار الجزائري مثلا، الجنيه المصري، برشا عملات فوق ال 60 عمله في القائمه. الدينار التونسي مش موجود فيها. اش معناها؟ معناها اني تونسي عندي صفحه على الفيسبوك باش نعمل اد، باش نعمل ان كونتوني سبونسوريزي، لازم نخلص باليورو ولا بالدولار. اللي نخليه القراءه هنا لمحكمه الحسابات، هل هو تمويل اجنبي ولا لا؟ عندنا بعض الوسائل اللي محدوده برشا في تونس باش نخلصوا بالديفيز، اذا كان عندك باتيند عندك الحق في 10000 دينار. اما المبالغ اللي تصرفت حسب تقديرنا بالعين المجرده، خاطر ما عندناش اكسي للمعلومه هذه، كان اكثر من 10000 دينار مثلا. التقرير قال انه 331000 دولار فقط لدرء اي مغالطه ولا اي قراءه غالطه للرقم هذا. التقرير قال انه 331000 دولار صرفتها الشركه هذه في حملتها ولا في الخدمه نتاعها فيما سمي اوبيراسيون كارتاج، يعني مش كان في تونس. الله يسكل. حاجه اخرى اللي نعرفها احنا اولاد الدومان اللي يفهموا في لي باج فيسبوك، نعرفوا انه الشركات هذه ما تاخوش قد باش تعمل لي ادم تاع 10 دولارات، راهي ماهيش بتاخذ 10 دولارات هكا وتاخذ اكثر. هنا السؤال، هل الفاتورات اللي تقدمت بعد الحمله الانتخابيه صحيحه ولا لا؟ ماهيش فالسيفي، هل لي شيفر موجودين صحاح ولا لا؟ توا فرصه ذهبيه لمحكمه الحسابات واللي باش نقابلها قريب بالمناسبه، باش تتواصل مباشره مع دي اف ار لاب ومع فيسبوك باش تاخذ الرقم الصحيح نتاع الصفحات هذه اللي موجود عندنا في تقرير، في تقرير دي اف ار لاب، باش تعرفها بالضبط قد صرفت. دونك هنا حكينا على العمله، وبالتالي نشوفوا هل التقارير متطابقه ولا، واذا فما تجاوز السقف الانتخابي
المحكمة عندها سديد النظر وقت. اللي زي من الأول ما سمعتناش نجم ندافع عليه ونقول إنه برشا منظمات وقتها تخدم في الانتخابات والناس كل تحب تقابل اللي زي فما قدناش وقت. اللي زي سمعتنا بعد الانتخابات وشافت تقريرنا وانبهرت به ومدت إيديها لتعاون على مستوى قدام، وإحنا زادا كمنظمة دولية تقرير عن ديمقراطية وعدناها بتنسيق أكثر باش نعلموا ليزي بين قوسين كيفاش تفهم الفيسبوك، كيفاش تفهم استخدام الأحزاب السياسية للفيسبوك، نوصلها حتى للكونتاكت المباشر مع فيسبوك باش تاخو أكسي ديركت، رغم أني كانت عندها فرصة باش تاخو أكسي ديركت في وسط الحملة. سمعنا معلومات كيف هكا، خذات بالتوصيات، وكما قلت الأيام القادمة خاصة بعد التقرير هذا والبلبلة اللي عملها باش يكون فما كونتاكت أكثر وباش يكون فما تعامل أكثر جدية معها. التقنية والأوبسيون وفرها فيسبوك قبل الانتخابات بمدة. بعد فضيحة كامبريدج أناليتيكا فيسبوك تاب، واللي يوفر في برشا معلومات أخرى باش يتفادى كامبريدج أناليتيكا أخرى، منها انك تعرف ليزادمينستراتور متاع كل صفحة فيسبوك وين موجودين، في نفس الوقت ينجموا يخبروا روحهم وين. دونك احنا اللي تحيلنا فيه على ليزادمينستراتور هذوما كل صفحة عملنا لها الاوبسيرفاسيون تاعها وراقبنا المحتوى تاعها، في نفس الوقت ندخلوا المور ترانسبيرنسي ولا بلوس دو ترانسبيرونس نتاع الباج، نشوفوا ليزادمينستراتور وين. عندنا تابلو انكس في الرابور اللي تنجموا تريشارجوه، فيه معلومات عن الصفحات وقتاش انشئت، عدد الفان نتاعها قبل الانتخابات وبعد الانتخابات، عدد ليزادمينستراتور قبل وبعد الانتخابات باش تلاحظوا تغير كبير، اللوكاليزاسيون نتاع ليزادمينستراتور قبل وبعد الانتخابات، فما حاجه بيزار اسمها الاجانب الكل اختفوا تقريبا بعد الانتخابات، تحس انه سي بون الناس خدمتها خلصت وعلى خير. الدول اللي ماهاش تونس، فرنسا بيان سور نجم نقولوا حاجه عاديه، ايطاليا حاجه عاديه، اما رومانيا، الامارات، فلسطين، لبنان، مصر، هونغ كونغ، جمهوريه وسط افريقيا والتوغو، لقينا صفحات في التوغو. تقرير ديفار لاب زاد قال انه فما خدمه صارت في التوغو اصلا. كي نحكيوا على جمهوريه وسط افريقيا، التقرير نتاع فيسبوك على الشركه الاسرائيليه ارخميدس قال انه فما ديزاد مينستراتور في جمهوريه وسط افريقيا، كل شيء موثق، كل شيء موجود هكاك. والاهم توا انه مازالت متواصله الحكايه. امبارح برك عرضتني صفحه عمرها 20 يوم اسمها الحراك الاخشيدي، محلاها في 20 يوم عامله 12000 فان، اللهم لا حسد. اما كي تدخل تشوف ليزاد مينستراتور تلقاهم ثلاثه في الامارات، تدعم في شو اسمه الحراك اللي يحب يطيح بالبرلمان. الجروب فيسبوك هما الفرس الاسود، ولا هما الثقب الاسود نتاع الرابور نتاعنا ونتاع اي حد في العالم يحب يراقب وسائل التواصل الاجتماعي وخاصه الفيسبوك. علاش؟ خاطر لا اخلاقي، تقنيا شبه مستحيل، لا اخلاقي انك تدخل في جروب عباره بالثقه، عباره دخلت في لمه وباش تلم البيانات وباش تراقب وسائل التواصل الاجتماعي. فما ثلاث سؤالات لازم تسالهم بروحك، شنو تحب تراقب، شنو لاسبي ولا شنو التام اللي تحب تراقب، ونحكي وراه حتى في التحرش ولا في العنف ضد المراه ولا ضد الاقليات، راهي مراقبه نتاع وسائل التواصل الاجتماعي. دونك تعرف شنو تحب تراقب، وين تحب تراقبه، انستغرام ولا فيسبوك حسب الدوله نتاعك. احنا في تونس اخترنا فيسبوك خاطر عندنا 7.4 مليون مواطن على فيسبوك، شيء في عالي جدا مقارنه ببرشا دول في العالم. وبالتالي كيفاش باش تلم المعلومه دي؟ قبل كانت فما ديزابليكاسيون اللي تعطيها صفحه بتاع فيسبوك تعطيها ليان تمد لك كل شيء. بعد كامبريدج اناليتيكا ما عادش فما الشيء هذا على خاطر البيانات فاقوا الفيسبوك، فهم انه مش كان ليزيميل بيانات مهمه، انه كل البيانات بيانات مهمه. الجروب شنو باش تمد منهم؟ لي كومونتير، هنا بين التقني ولا اخلاقي معضله كبيره. في الرايتس كون اللي صار في تونس امناول اللي تقريبا كاس العالم نتاع المدافعين عن حقوق الانسان والحقوق الرقميه، برشا ناس من مختلف انحاء العالم كل وين فما بانيل مع حد من الفيسبوك ولا على مراقبه وسائل التواصل الاجتماعي، نفس السؤال مسؤول في كل دول العالم تقريبا، كيفاش نراقب الجروبات خاصه كيفاش تراقب الواتساب. الانتخابات في نيجيريا تحكم بالواتساب، الانتخابات في سريلانكا، في البرازيل تحكم بالواتساب. الواتساب في الدول هذيك مش وسيله نتاع
ميساج وهني وصلت ولا هني جيت، لا، الواتساب غادي هو ذا سوشيال نتورك، هو وسيله التواصل الاجتماعي، جروبات بالالاف، محتوى يوصل للالاف، الفيسبوك ما يجي حتى شي قدام الواتساب غاديك. نفس المعضله مع الجروبات، انه كيفاش باش نجم تمد معلومات متيقنين، كما برشا ناس لاحظت انه الجروبات كان عندها اثر كبير في الانتخابات اللي فاتت، خاصه في صعود رئيس قيس سعيد. سبونتاني والا كوردوني اوكي ميدي، الاجابه عند فيسبوك، هو اللي عنده معلومات لكل الحكايه دي.